بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينج مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية. وكالة الأنباء السعودية أفادت بأن اللقاء بحث الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول لحل سياسي شامل للحرب في اليمن. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن زيارة ليندر كينج التي تشمل السعودية وسلطنة عمان ستركز على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لليمن ودعم وقف دائم لإطلاق النار وانتقال الأطراف لعملية سياسية. المبادرة التي أعلنتها السعودية الشهر الماضي لإنهاء الحرب في اليمن تمهد لحل سياسي وبدء مشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية أممية لاقت ترحيبا عربيا ودوليا. إليكم فيما يلي أبرز ما جاء فيها. في 22 من مارس أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني وفق اتفاق ستوكهولم، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعية قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. كما تتضمن المبادرة تأكيد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته الشرعية والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني. نملأ الأرض عطفا في شهر العطاء، نتقاسم ما يترك في قلوبهم حلاوة وفي أنفسنا الرضا. نعزز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادرة تطبيق شير ذا ميل لتبني واحدة من أسمى قضايا العالم وهي القضاء على الجوع. في بضع خطوات فقط بإمكاننا توفير الطعام للأسر المحرومة من خلال شير ذا ميل. في شهر الجود والكرم نرسم البسامات على الشفاه ونتقاسم الفرح. إيثاركم لوجبة الإفطار يترك أثراً طيباً. الشرق معاً نضع النقاط.